بالمناسبة عرفت معكم الأخ عزاوي عبد القادر رئيس نادي الرياضي الهاوي الإزدهار، واليوم أنا في الدورة الولائية. اليوم حبيت نجوز نفوت ميساج للسلطات المحلية والسلطات الولائية. احنا رانا كل مرة ننظموا دورات ولائية وجهوية وحتى الوطنية، يجوا عندنا من اسم بعيد، ما عندناش مابا تيران وين نلعبوا. مدى بنا الدولة تاخذنا بعين الاعتبار ويخصونا مكان باش نلعبوا فيه، ويوفروا لنا مكان يكون في بلدية الملح. في بلدية الملح. في بلدية الملح، وراه عندنا لي جوار الله يبارك، عندنا لي سينيور، عندنا لي كادي، مام لي كول. مدى بنا يعاونونا. وراكم تشرفوا بلدية الملح، يعني كل مرة راكم تشرفوا بلدية الملح وتعارضوا على الأقل، على الأقل بعض المرات راكم تلحقوا حتى 30 فريق. حتى 30 فريق راهم يشاركوا معنا هنا. يعني ولائية ولائية وجهوية. وجهوية. التنسيق مع الرابطة. نتمنوا إن شاء الله يعاونونا. وش تطلب من بعض المحسنين كيما أصحاب الملح ولا؟ بلدية الملح عندنا مقاولين، رجال أعمال. مدى بنا ما يعاونوناش حنا. يعاونوا النادي، راه عندنا جوار، عندنا لي جوار قسم لي بول لي توني، مام لي سبونسور اللي يبغى سبونسور ولا حاجه قادم يلصق مع النادي باش تولي بلديه بلد الملح. هي معروفه بلي بول، معروفه تاريخ في الرياضه ومن جانب ثقافي كاع المجالات. نتمناو هادو رجال اعمال هما اللي يوقفوا لبلادهم، وهذه البلديه تاعنا كاع احنا كاع نسالوا فيها. نتمناو ان شاء الله الخير للبلديه تاعنا، ونكونوا نشرفوها في المحافل واللقاءات والدورات خارج وداخل البلديه ان شاء الله. احنا نكونوا في الصورة، احنا نتمنى المساعدة في أقرب الأجل إن شاء الله باش نواصلوا المشوار الرياضي إن شاء الله. وشكرا للجميع وبارك الله فيكم.